سأل سيدنا موسى ربه عن من هو جليسه في الجنة، فجاءه جبريل عليه السلام وقال له: إن جليسك هو فلان بن فلان، ويعمل تاجرا في مكان ما. ذهب سيدنا موسى ليرى الشاب، فوجده شابا عاملا لا غريب في أمره، حاله كحال سائر البشر. وسار خلفه سيدنا موسى وكلمه وطلب منه المبيت عنده، فوافق الرجل على طلبه، أنهى الشاب عمله وعاد إلى بيته. وبعد دخوله إلى البيت وجد فيه امرأة عجوزا، فقال له: من هذه؟ قال الرجل: هي أمي، أرعاها وأطعمها وأنظف لها ثيابها، فإنها لا تقدر على أي شيء. كانت المرأة تنطق كلمات غير مفهومة، فسأله موسى: ماذا تقول أمك؟ قال الشاب: كل يوم يمر وأنا أرعاها تنطق قائلة: غفر الله لك، وجعلك جليس موسى يوم القيامة في قبته ودرجته. فبكى موسى عليه السلام وقال: ابشر، فأنت جليسي يوم القيامة، كن على ثقة تامة، إن كان أمك وأبيك راضيين عنك فإن الله راض عنك، فاعتني بهما جيداً.